اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. لو دورنا على معنى كلمه تقويم في المعجم هنلاقي ان المعنى واحد مهما اختلفت الجمل اللي احنا بنستخدمها فيها. زي ايه بقى؟ طب المعنى ايه الاساسي؟ المعنى الاساسي ان انا بعمل تعديل او ان انا برجع الحاجه لاصلها ومسارها الطبيعي. طب انا كبيشنت دلوقتي بتفرج، هو التقويم ده انا بعمله ليه او بلجأ له ليه؟ بيعمل حاجات كتيره جدا، بيعالج تشوهات الفكين والاعوجاج في الاسنان واستخدامات كتيره جدا هنذكرها النهارده باستفاضه في السيجمنت. طيب الناس اللي لسه متلخبطه بتقول طب ما انا دلوقتي قدامي اوبشنز كتير، قدامي الفينيرز واللومينيرز وكل الحاجات اللي انا بسمع عنها دي وترندي جدا جدا، ليه ارجع للاولد سكول او الطريقه التقليديه واعمل تقويم؟ وفي بقى جروب تاني من الناس كل اللي عارفينه عن التقويم هو التقويم المعدني اللي بيشوفوه على اطفال المدارس الجميل الصغير ده وملوش استخدامات تانية، وانا كحد مثلا ايج جروب وفئه عمريه كبيره ما ينفعش اعمله وشكلي. طب هل في حاجه جديده في المجال دي تناسبني لسني انا ولا لا؟ ايه الانواع المتوفره دلوقتي ممكن تنفعني انا كبيشنت؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده في السيجمنت. بس اسمحوا لي ارحب بدكتورتي الجميله الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور ميس مدحت صادق، استشاري تقويم الاسنان بمراكز خبراء تقويم الاسنان تيث موفرز، مدرس بكليه طب الاسنان جامعه عين شمس، حاصله على درجه الماجستير والدكتوراه في تقويم الاسنان جامعه عين شمس، عضو في جمعيه تقويم الاسنان الامريكيه والاتحاد العالمي لتقويم الاسنان والجمعيه المصريه لتقويم الاسنان. اهلا بيكي دكتور ميس ومنوراني ومنوره شاشه اكسترا نيوز. ثانك يو. اول حاجه بقى يا دكتور، انا كويسه، هم مش كويسين لان هم لغايه دلوقتي مش عارفين يفرقوا ما بين التقويم والفينيرز واللي بيشوفوه موجود حواليهم في كل حته، ايه الفرق ما بينهم؟ بص خلينا الاول نتكلم ايه اصلا المشاكل ممكن تواجهنا في تجميل الاسنان عشان تمام. يعني ايه نفهم اكتر. تمام. هو يا اما المشكله في لون الاسنان انها مصفره شويه مثلا او في شكلها سنن قصيره طويله مش متناسقه، او في الاصطفاف بقى بتاع الاسنان في السنن راكبه على بعض بارزه لبره بينها فراغات. هنا بقى هنفهم الفرق. لو انا عندي المشكله في لون الاسنان او في شكلها الاناتومي نفسه بتاع السنه، الحشوات التجميليه التركيبات التجميليه الفينيرز والكراونز والكومبوزيت بيلد ابس والكلام ده هو الانسب. طيب لو المشكله بقى في اصطفاف الاسنان مثلا سنان راكبه على بعض، اوكي المشكله بقى بتيجي هنا. الحل الامثل والصح واللي المفروض نعمله هو تقويم. الناس ساعات ما بتبقاش فاهمه الفرق، وفي دعايه مغلوطه كتير اليومين دول يقول لك انت هتعمل تقويم شكله مش حلو بالزبط. وهتطول قوي وانا سنين وهتشوف النتيجه بعدين وكل الكلام ده بالظبط. انا في اسبوع واحد في جلستين هتاخد البرفكت سمايل اللي انت عايزها بالزبط. طبعا وهبيض لك سنانك بالمره وبتاع. طبعا اوبشن اتراكتيف جدا، بس انا هسال الناس دول سؤال واحد. ايه بقى؟ انت دلوقتي لو بنوت عندها 20 سنه عملت الاوبشن ده عند احسن دكتور في الدنيا وكسلت بصت تحت رجليها وقالت انا مش هعمل بريسز دلوقتي، تمام اقصى مده ممكن يعيشها الفينيرز عند اشطر دكتور 10 years plus، هنقول 15 بقى عندها 35 سنه بقينا محتاجين نعيد كل الفينيرز دي. خلي بالك انا ببقى عامله 8 او 10 سنان فوق، يعني دي مش مدى الحياه. مش مدى الحياه طبعا. اوكي هنحتاج ان احنا نعيدها تاني وهي عندها 35. خلي بالك ان هو محتاج يبرد كتير جدا من السنان، لو السنان راكبه على بعض احنا بنبرد كتير. تمام. ساعات بنحتاج نعمل حشو عصب عشان نقدر نعمل التركيبات التجميليه دي. فعلى سن ال 35 لما هنعيد هتبقى السنان تهلكت شويه، هنعمل تاني وهنيجي بقى على سن ال 50. انت متخيله السنان دي بقت يعني بتايج معاها بالظبط. لكن لو عملنا بقى اورثودونتكس يعني بريسز احنا حافظنا على اسناننا ناتشرال لوك، طبعا هي دي اسنانك بيرماننت افكت، هي اسنانك عايشه معاكي طول العمر، احنا مش بنتكلم ان ليها عمر افتراضي، دي اسنانك. فطبعا دي بتبقى تعمل احسن وحافظنا على صحه الاسنان، احنا ما بردناش، البرد ده طبعا بيبهدل الدنيا خالص وفي ناس اصلا كتير بتخاف منه. طب نرجع بقى يا دكتور ميس للحاجه الاساسيه اللي يمكن ناس كتيره فاهمها غلط. التقويم يا جماعه هو التقويم المعدني الصغير اللي شكله جميل ده، وكل التجديد اللي حصل فيه ان انا تقريبا بغير الالوان بتاعه البريس، احط ازرق احط بينك احط كده. طيب ايه الجديد اللي حصل في تقويم الاسنان؟ حصل حاجات كتير. بصي خلينا نقول لو يعني خدنا حاجه من السؤال الاولاني وقلنا طب هي ليه اصلا العينه دي فضلت تعمل تركيبات تجميليه وما رضيتش تعمل تقويم؟ اوكي هنلاقي اول حاجه ان هي زي ما حضرتك قلتي هي خايفه من شكل التقويم المعدني، وده اكيد بالذات لو حد بقى في التوينتيز او الثيرتيز مثلا. بصي هو في عندنا دلوقتي انواع تقويم كتير. أوكي. في التقويم اللي هو بيبقى ثابت برضه بس سيراميك، ده بيكون شفاف وبيرفلكت لون السنه من تحتيه. عايزه كده هيكون معانا برضه صور نوضح الاشكال وايه الفروق اللي ما بينهم. بالظبط. السيراميك ده بقى
انا بستخدمه مع مين؟ ما اكيد كل نوع من ده ليه بيشنت بتاعه. بصي السيراميك بريسز دي انديكيتد في كل الحالات، انا اقدر اعالج بيها اي حاجه، هي بالظبط بتديني نفس التريتمنت ريزلتس يعني العلاج الكويس قوي بتاع المعدن، بس بشكل جمالي احلى بكتير. ده التقويم الثابت اللي احنا بنتكلم عليه. بصي ازاي مش باين من على المسافه البعيده، ترانسبيرنت يعني شفاف. هو ترانسبيرنت وشفاف بالظبط، بس ثابت يعني. طبعا لو حد قرب قوي هيقدر يخلي باله ان في حاجه، يبقى في حاجه باينه بالظبط، بس من على المسافه البعيده زي البنوته اللي بتضحك دي هتحسي انه الايفكت لا، يعني مش الشكل المعدن البايخ اللي احنا متعودين عليه. بس ده بيعمل نفس النتيجه بتاعه التقويم المعدني، نفس النتيجه بالظبط، مش بنكمبرومايز اي حاجه. لا لا نفس النتيجه، بياخد نفس النتيجه. طب ايه تاني انواع التقويم ده؟ في بقى نوع تاني، ده بقى اللي هو لو احنا مش عايزين التقويم يبان بقى خالص يعني، اللي هو التقويم الشفاف المتحرك ده، بيتشال وبيتحط عباره عن سيكونس اوف الاينرز كده بنلبسها. مثله طبعا ان هو لا ده مش باين خالص، ده شكله يعني. ده لا مش ده، لا ده, لا مش ده, ده, ده اللي هو الثابت بقى اللي بيبقى من جوه. انا عايزه بقى صوره الترانسبيرنت اللي هو بنركبه وبنشيله، ده المتحرك بالظبط. ده شايفاه هو عباره عن الاينر بيكون شفاف بيتحط على السنين. اوكي. فلا يمكن حد يلاحظ ان انت بتعملي تقويم فعلا. ممكن تشيليه طبعا وقت الاكل، تغسلي اسنانك كويس قوي براحتك، فهو يعني لصحه الفم والاسنان بيكون اسهل. ونرجع نحطه تاني وبنعمل يعني بنوصل للايفكت اللي احنا عايزينه، ومحدش بيبقى عارف فعليا انك بتعملي التقويم. بس ده اكيد بياخد وقت اطول. لا هو لا بصي هو بالظبط، هو الثابت ده احنا عاملين كنترول على سنه في الثلاثه دايمنشنز، يعني نقدر نعالج بيه زي ما قلنا اي حاجه. الالاينرز لا فيها ليميتيشنز شويه، لانه بستخدمه اكتر في الحالات البسيطه، فراغات بسيطه بين الاسنان، السنان راكب على بعض بدرجه بسيطه. لكن لو مثلا عندي سنان بارزه قوي لبره، عندي السنان راكبه على بعض كتير، لا يعني ساعتها بفضل البيشنس يا اما الاوبشن اللي احنا قلناه من شويه السيراميك، او اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه اللي هو اللينجوال بقى بريسز. اللينجوال بريسز. طب انا قبل ما ندخل في الموضوع ده، في ناس كتيرة بتقول طب انا لو انا حاولت ان انا اتغاضى عن موضوع التقويم، مش عايز اعمله، وانا الحالة بتاعتي ما ينفعلهاش غير تقويم، رحت عاملة فينيرز، ليها عواقب ولا لا؟ يعني رحت انا قلت والله ما في غير الفينير اللي انا هعمله، ايه بقى هيحصل لي؟ ما هو ده بقى اللي احنا كنا بنقول عليه، ان انا ببص تحت رجلي. يعني انا عايزه الشكل وعايزه في يومين وبسرعه. انا اكيد حاليا هبقى مبسوطه. يعني اي كانت جارنتي ان هي هتبقى لا يا سمايل حلوه تكون مبسوطه. بس على الثمن غالي قوي اللي هي دفعته، مش كفلوس طبعا، كان هي بردت اسنانها كميه كتيره. انت عارفه اسنانها فيها انامل ودنتين، انامل ده طبقه المينا. لو السنان راكبه على بعض قوي ساعات بنحتاج نبرد ان احنا بنعدي حتى طبقه المينا وبنخش على الدنتين. أوكي. فده طبعا يعني كواليتي حتى بعد كده اللزق نفسه بتاع التركيبات التجميليه بيكون اقل، واللونج تيرم انها تعيش فتره بيكون اقل، والسنان طبعا خلاص اتبهدلت، انت بردتي اسنانك يعني. يعني لازم برد السنان؟ يعني في بنات بتقول هو انا لو حطيت الفينيرز على اسناني من غير لما انا ابرد السنه هيبقى الموضوع فيه بقى بروز في السنه اللي هو الشكل او ما يقول عليه شكل الضب ده اللي موجود عندي؟ طب مخارج الحروف هيحصل لها حاجه؟ المخاوف دي اصلها ايه يا دكتور؟ ما هو بصي هنا بقى فكره المتخصص يعني. حتى احنا متفقين انه كل حاجه وليها، عارفه ادي العيش لخبازه زي ما بنقول. فلو دكتور متخصص في التركيبات وشاطر طبعا، ده يعني تخصصه وفاهم فيه قوي، في اوبشنال بريبلس فينيرز، وفي حاجات بيعمل مينيمال بريباريشن بيبرد حاجه قليله. لكن لو المشكله اصلا كانت محتاجه تقويم، هو مضطر يبرد كتير قوي. يعني باللوجيك كده انا السنان راكبه على بعض كميه كتيره، فهو علشان يرجع يرسهم كلهم على كيرف واحد مضطر يعني يبرد كتير من السن. فهنا بقى دي المشكله. الحل الامثل لا، ان انا اعمل تقويم علشان ارجع السنان لمكان مظبوط، ان هي تبقى مرصوصه كلها كده جنب بعض، او لو انا عندي بروز اقدر ارجع السنان فعلا لورا من غير ما ابرد منها حاجه. من غير ما ابرد اي حاجه. طب انا عايزه اقول لكم ان احنا كلنا بنخاف منكم يا دكتور والله. يعني يعني دنتست عامه ودكتور السنان ده رحله رعب، من اول لما اخرج من البيت لحد ما اروح التقويم على فكره. الا التقويم، استثنينا التقويم. طيب الوجع بقى، يعني البيشنت اللي بيتفرج علينا دلوقتي، انا عايز اعمل تقويم وانا محتاجه وانا عارف ان انا شخصت ان انا لازم اعمل التقويم، بس انا خايف بقى من وجع التقويم، ولو في انجكشن ولا في حاجه، بنطمنهم ازاي؟ او ايه الجديد اللي خلاهم يطمنوا؟ بصي اولا احنا ما عندناش حقن خالص، مفيش حقن خالص، مفيش الموضوع ده مش موجود. ممكن طبعا بيبقى مع بدايه حركه الاسنان في شد بسيط، مش بيوصل قوي لمرحله الوجع، يعني مش وجع الاسنان المتعرف عليه اللي هو يقول لك ربنا يحميك يحمينا من حاجه زي كده. الكلام ده يعني مش موجود، هو بيبقى في شد خفيف. اوكي. وبرده ده يرجعنا لفكره المتخصص، لو دكتور سبيشالست في التقويم وعارف هو بيعمل ايه، بنستخدم فورس ليفل قليله، قوه قليله عشان
بتحرك الاسنان. أوكي. فدي بتعمل يعني شده خفيفه في الاسنان. مفيش بقى اللي هو فكره انك بتدوسي جامد أيوة علشان تجيبي نتيجه بسرعه والكلام ده، لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. بيبقى الوجع ده مثلا بيبان خلال 12 ساعه. أوكي. والماكسيمم بتاعه بيكون اول 4 ايام، وكل يوم بيكون اقل من اللي قبليه، وكنترولبل جدا، ممكن نسيطر عليه باي مسكن. اي مسكن عادي. اي مسكن عادي جدا. وناس كتير على فكره ما بتحتاجش تعرفها، في ناس انا بحب اقول لهم بعد ما نركب البريسز يعني علشان يبقى عارف ان دي حاجه متوقعه فما يتخضش، انه احتمال نحس بشد خفيف. أوكي. في ناس بيجولي في الفولو اب يقولوا لي هو البتاع ده مش شغال، انا ما حسيتش واحنا عملنا غلط ولا ايه؟ انا ما حسيتش بحاجه. فهي فيها طبعا استجابه بقى المريض ليها اختلافات فرديه. طب انا دلوقتي عملت التقويم وفرحانه جدا بالنتيجه وسناني بقى شكلها حلو، لما اشيل بقى التقويم سناني هترجع تتحرك تاني وتبوظ تاني، ولا انا عايز اثبت على النتيجه دي هعمل ايه؟ ده سؤال جميل قوي. انا عايزه اسناني تفضل مكانها. بصي طبعا، بصي احنا لازم نعمل تثبيت. لازم نعمل تثبيت. ازاي بقى التثبيت ده؟ في كذا حاجه يعني، في نفس فكره الالاينرز الشفافه دي موجوده بقى بخامه مختلفه سنه كتثبيت، فبرضو الميزه هنا انه التثبيت شفاف. اوكي. فبعد ما زي الطقم كده بشيله يعني بركبه وبحطه، ومحدش بيبقى واخد باله خالص ان انت حاطه حاجه، ومش بيضايق الناس اصلا. اوكي. وبعدين يعني في الاول بنلبسه 24 ساعه فتره في الاول من 3 لـ6 شهور، ممكن بعديها نبتدي نقلله نخليه 12 ساعه بس لغايه لما نعدي السنه الاولانيه، وبعديها بنقلل بقى تدريجيا استخدام التثبيت ده، بس هي فتره مهمه فعلا. طب التثبيت اللي احنا شفناه في صوره يا دكتور اللي هو الداخلي ده، ده تقويم ايه ده؟ ده التقويم، سوري، التقويم الداخلي ده بنعمله ليه؟ بصي بقى، ده للعيان اللي عنده مشكله في اسنانه اكبر من ان انا اقدر استخدم معاه الاينرز اللي هي التقويم الشفاف المتحرك، بس في نفس الوقت هو مش عايز اي حد يبقى عارف ان هو بيعمل تقويم، يعني ده يبقى سر بيني وبينه بس. لو حد بيشتغل حاجه بقى سوشيالي سنسيتيف وزي عموره زي كده مثلا، ده نستخدم ده بالظبط. ساعتها بقى اللينجوال بريسز بنقدر، انت هو ثابت. اوكي. فبنقدر نعالج بيه كل المشاكل بما فيها حتى التقويم الجراحي. وفي نفس الوقت احنا محافظين على سطح السنه اللي من بره، ما يعني انا لو استخدمت حاجه زي كده محدش هيعرف، محدش هيعرف اي حاجه. طب هيأثر على مثلا مخارج الحروف؟ هيأثر على حاجه؟ ده الاوبسيشن بتاعنا ان احنا نقعد نلعب بقى كده في حاجه غريبه في بقي وفي حاجه معدن في بقي. طيب الحاجات دي بتخطاها ازاي انا كبيشنت؟ بصي هنا النيو تكنولوجي ساعدتني. زمان البريسز، اللينجوال بريسز دي مش جديده قوي على فكره، موجوده من فتره. أوكي. بس فعلا كانت البريسز بالكي شويه، تخينه شويه، ممكن بتعور ساعات اللسان، بتضايق في الكلام. وده اللي خلى استخدامها اقل. أوكي. مع بدايه بقى الالفينات وال2010 واللي هو دلوقتي في 2019 بقى في البريسز رفيعه جدا، فيري لو بروفايل، وفي حاجات بتتعمل يعني ملزوقه على السنه ما تبقيش اصلا ريسيرفيسنج ليها، وناعمه جدا، يعني ولا بتضايق اللسان ولا الكلام ولا اي حاجه. فلا يعني النيو تكنولوجي هي اللي حلت المشكله دي. انا محتاجه النيو تكنولوجي دي في حياتي، لان انا دايما ببقى خايفه صراحه من الدنتس كلهم، يعني كل دكاتره سنان يعني بيبقى فيه رعب كده. وفي نفس الوقت النيو تكنولوجي دايما بتحاول تعالج الشق النفسي للمريض. اي ست دلوقتي هتبقى ماشيه تبقى متضايقه، شكل التقويم معدني، والناس بقى ممكن تتريق تقول كومنت مش ظريف. وحاجه تانية بقى ان احنا مثلا عشرينات ثلاثينات اربعينات، في ناس تقول طب ما هو انا لا التقويم ده لو كنت عملته وانا صغيره لا اكيد مش هيجيب نتيجه معايا وانا 30 40 سنه. الفكره دي صح ولا غلط يا دكتور معيس؟ بصي طبعا طبعا كل ما هنعمل الحاجه بدري هيبقى احسن، ولازم نستغل الفتره اللي فيها نمو وفيها تبديل للاسنان، يعني دايما ما نستناش لما نكبر وبعدين نبتدي نشوف المشكله. وهي دي حاجه موجوده على فكره كتير، ان هو طول ما احنا ولادنا صغيرين بنركز في التمارين والدروس بالزبط. ونفتكرهم وهما بعد ما يكون خلاص بدل اسنانه ودخل الجامعه بقى عشان ايه نظبطها اشوف بقى شكلها تبقى عروسه وجميله. فساعتها طبعا لو في مثلا مشكله في العظم، مثلا بروز في الفك العلوي، بروز في الفك السفلي، الحاجات دي انا كان لازم اعالجها وهي عندها 8 سنين. فيعني الناس بتتاخر ومتخيله انه انا ما عنديش مشكله لما استنى اخلص بس اخلص كل حاجه في حياتي وبعد كده اشوف موضوع سناني ده. بالظبط. فلا، مشاكل التقويم لازم نعرضها على دكتور سبيشالست يعني في التقويم من واحنا عندنا 8 سنين ما نتاخرش. طب بالنسبه للناس اللي الناس اللي اتاخرت بقى واهملت، تعمل ايه؟ ليهم امل ولا مفيش امل فينا؟ لا طبعا، لا طبعا. بصي هي لو المشاكل في اصطفاف الاسنان، مشاكل في الاسنان نفسها راكبه على بعض او بينها مسافات او بارزه لبره الكلام ده، لا دي بنقدر نعمل تقويم عادي جدا، وعندنا زي ما شفنا اوبشنز كتيره شكلها مش باين، فالدنيا بتبقى كويسه. يعني بيجيب نفس النتيجه في الاخر، انا بشوف نتيجه برضو حتى لو انا اهملت في الموضوع او تغضيت عنه، صح كده؟ بصي بيجيب نتيجه كويسه. بس لازم هنا نقول حاجه مهمه. إيه بقى؟ احنا عايزين نشوف الاول المشكله فين. لو المشكله في العظم، يعني العظم نفسه بتاع الفك مثلا طالع لبره،
انا ساعتها هكون محتاجه اكون عملت جراحه يعني. أوكي. في ستابس قبليها يعني بصي نقول تاني لو المشكله في العظم نفسه يعني دي يستحسن الواحد صغير او لازم ان احنا نكون صغيرين عشان نقدر نعالجها بالتقويم. أوكي. لو جالك وهو كبير في السن لا ساعتها يا اما ان احنا بنحل المشكله بالتقويم لازم نحلها بالتقويم. ايوه. الحديث بقيه ان شاء الله. وانت نورتيني النهارده يا دكتور ميس، بشكرك لوقتك. شكرا جزيلا. شكرا. احنا في حاجات كتير فوتناها. ده في حاجات احنا عايزين نعمل لها سيجمنتس كتيره جدا بجد، يعني في ناس كتيره بعتها بيشنتس بعتين اسئله وعايزين نعرف ده نعمل ايه وده نعمل ايه، بس انا عايزه واحده منك بقى يا دكتور ميس قبل الختام ان في سيجمنت هنتكلم عليها باستفاضه خاصه لاسئله الفيسبوك. خلاص ان شاء الله. اتفقنا؟ طبعا ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور ميس مدحت صادق استشاري تقويم الاسنان بمراكز خبراء تقويم الاسنان تيث موفرز، مدرس بكليه طب الاسنان بجامعه عين شمس، حاصله على درجه الماجستير والدكتوراه في تقويم الاسنان جامعه عين شمس، عضو في جمعية تقويم الأسنان الأمريكية، الاتحاد العالمي لتقويم الأسنان والجمعية المصرية لتقويم الأسنان. أسعدتيني يا دكتور ميس، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم. شكرا. ثانك يو. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.